مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله في حلقة جديدة في بداية هذا الأسبوع من برنامج مساء الخير يا كويت. أمسي على كل العاملين في هذا البرنامج وعلى زميلتي أماني. مساء الخير. مساء النور يا عبد الله، ومساء الخير على مشاهدينا وعلى طاقم العمل المميز في بداية الأسبوع بإذن الله سعيدة وطاقة إيجابية للجميع بإذن الله. إن شاء الله. طبعاً يعتبر الإعلام من أقوى الأدوات اللي تساهم بنشر الثقافة المجتمعية ونقلها عبر الأجيال. مو بس كذي عبد الله، أيضاً كانوا يطلقون على شاشة التلفزيون بأنها لسان المجتمع وترجمان الحضارة الذي يحمل على إيصالها عبر القارات. أكيد، لذلك أولت دول المتقدمة هذه الشاشة كل الاهتمام والتقدير لإيصال الرسالة الحضارية اللي تمثل المجتمع وفنونه إلى بقية العالم بصورة مشرفة. أما الآن راح ننتقل إلى زميلنا نجيب القحطاني. نجيب مساك الله بالخير. مساء الخير عبد الله، مساء الخير اماني. مثل ما احنا دائما احنا نكون معاكم في اماكن كثيره في حق ابنائنا الطلبه والطالبات. اليوم ما شاء الله يعني وزاره التعليم العالي عامله برنامج جميل جدا وهو حمله توجهني. هذه الحمله لابنائنا الطلبه والطالبات وموجوده في مجمع الافنيوز. اللي حابي من ابنائنا الطلبه والطالبات يشوف هذه الحمله بجهود كبيره تقوم فيها وزاره التعليم العالي، لكن راح نتحدث اكثر واكثر عن هذه الحمله. وجهني معنا الاستاذ لمياء الملحم وكيل وزاره التعليم العالي. في استاذ لمياء مساك الله بالخير ويعطيك العافيه وعساش على ما شاء الله هالبوث الجميل هذا الكل يجي ويشوف ويستمتع ويسال عن حمله وجهني. الله يسلمك، حياكم الله. اول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا في البدايه احب اشكر تلفزيون الكويت على تواجده اليوم معانا في مول افنيوز على للتحدث عن حملة توجهني، اللي هي الحملة اللي انطلقت من بداية يوم الخميس الماضي. اللي كانت هذه الحملة تتحدث عن الأمور الخاصة بالطلبة، سواء البعثات الخارجية وما يتعلق فيها من بالنسبة حق إرشادات الطلبة وغيرها من هذه الأمور، اللي في الغالب يكون في عند الطلبة تخوف قبل بدايتها. فإحنا يعني يمكن حملة توجهني ليأخذ الموضوع بأريحية للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بأهالي الطلبة بأولياء أمورهم والطلبة نفسهم. فعلى هالأساس قمنا بحملة توجهني. الهدف من هذه الحمله والمراحل اللي حق ابنائنا الطلبه والطالبات، طريقه القبول، طريقه دخول موقعكم في وزاره التعليم العالي. طبعا احنا مثل ما اليوم بالنسبه لنا اليوم كانت بدايه انطلاقه خطه البعثات. بالنسبه لنا لما هاي تكون خطه البعثات ظهرت للطلبه في هالحالة راح يكون عندهم جدا استفسارات واسئله بخصوص هذه مش اسمه حملة. كذلك الساده دلال لمياء الملحم وكيل وزاره التعليم العالي، يعني موجه لابنائنا الطلبه الكويتيين حتى يجي ويشوف هذا الموقع ويشوف هذا المكان في الافنيوز. الحمله مستمره لمده 5 أيام، لكن راح تكون على موقع التواصل الاجتماعي في وزاره التعليم العالي. طبعا الحمله قلنا احنا من يوم الاحد اللي هو اليوم باديه ليوم الخميس ان شاء الله من الساعه 10 صباحا للساعه 9 مساء يوميا لاي اولياء الامور يجون لنا في حاله ان عدم قدرتهم على ان حضورهم خلال هالفترة خلال هالأسبوع. متواجدين إن شاء الله بالوزارة وخلال التواصل الاجتماعي ومن خلال الإجابة على أي يعني أي استفسار لهم من خلال البث المباشر مع أولياء أمور الطلبة وأبنائنا الطلبة. كذلك يعني معالي وزير التربية كان متواجد قبل قليل وأخذ جولة ما شاء الله على يعني هذا المعرض وهذا البرنامج حملة توجهني، وأعطى تعليماته لوزارة التعليم العالي بتسهيل كل ما هو صعب أمام أبنائنا الطلبة. صح، بالنسبة حق حملة توجهني هي حملة قامت على جهود صراحة وزير التربية والتعليم العالي واهتمامه وحرصه عليها، خاصة أن يعني هذه الحملة الثانية لنا والنتيجة للنجاح الملحوظ السنة الماضية. فالوزير التعليم والتربية حرص على أن يكون هذا السنة فيها توسع أكثر، في قبول أكثر، في يعني الرد على استفسارات الطلبة أكثر، وحرصه كان شديد بالنسبة عليه. لم قبل أن نختم هذا اللقاء، شنو ودك تقدمين رسالة لأبنائك الطلبة والطالبات؟ عيونكم الموقع المكان تواجدكم الساعة لمتى وموقعكم؟
احنا الحملة طبعا قلنا من 25 بدت لبداية القبول، ظهور نتائج القبول. هذا الأسبوع احنا متواجدين هني، ما بعد احنا بالوزارة ووسائل التواصل متواجدين فيها لأي استفسارات يبونها محتاجين لها احنا معاهم للنهاية يعني. الله يعطيكم العافية سيدة ليماء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي، يعطيك العافية وعساش على القوة. ذلك رسالة شكر للخوات اللي موجودين في هذا البوث اللي موجود، وهو يعني حملة توجهني في وزارة التعليم العالي، يعطيهم العافية، وباستقبال كل ما يدور في ذهن الطالب سواء به هو مع والدته أو مع والده أو مع ربعه، يشوف ما يقوم به وزارة التعليم العالي بتسهيل مهمة أبناء الطلبة والطالبات. راح نرجع إلى عبد الله وإلى أمال لتكملة فقرات برنامج مساء الخير الكويت، لكم الهواء تفضلوا. ضيفنا القادم الأستاذ صالح العنزي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، وحديث حول تنمية المنظومة التربوية، متطلبات وشروط. يعتبر الغش الطلابي اليوم من الظواهر السلبية اللي تعاني منها كثير من دول العالم. أكيد أماني، ولكن بالتأكيد لكل مشكلة حلول وطرق تساهم في القضاء على تلك الظاهرة. واستكمالاً لموضوع الغش الطلابي والحديث عن أساليب وحلول هذه الظاهرة، يسعدنا اليوم يكون معنا الأستاذ صالح العنزي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية. مساك الله بالخير أستاذ صالح، حياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. وبالبداية ريت نعرف المشاهدين عن الجمعية وأهدافها. مساء الخير ويعطيكم العافية. طبعا الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية تم تأسيسها في 2019 شهر 3 بناء على المشروع التربوي الجديد. طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا عدينا مشروع متكامل مدة 14 سنة يعد الطالب من رياض الأطفال لنهاية الثانوية العامة. يعني هذا المشروع متكامل، احنا حاولنا طبعا إعداده وانتهينا منه هالأشهر هذه. صار له بحدود أكثر من 7 سنوات تم إعداد هذا المشروع لمجمل القضايا والمشاكل التربوية والتعليمية والمجتمعية. نعم، أيضا أستاذ صالح تكلم شوي شلون يتم أيضا تنمية اليوم المنظومة التربوية. طبعا
طبعا المشروع أعد على بناء على المشاكل الموجودة. يعني تعرفين أن المجتمع في الكويت أو المجتمعات الأخرى عدة مشاكل، يعني من ضمنها طبعا التسرب الدراسي، التخطيط الاستراتيجي يعني المشاريع التربوية، إعداد الكوادر، يعني وايد مواضيع إحنا تم إعدادها طبعا، وخاصة أن المنظومة هذه وجدت حل لجميع هذه المشاكل على مدى 7 سنوات سابقة، وإن شاء الله نحاول أن احنا ننفذ هذا المشروع في الكويت بإذن الله. بإذن الله. احنا سمعنا أن في مشروع أيضا تربوي جديد إن شاء الله راح يرد نور عن قريب، فكلمنا عن هذا المشروع. طبعا المشروع التربوي هو حوالي لعدة مشاكل، من ضمنها يعني مشاكل العنف الطلابي المجتمعي، زحام الطرق، تسرب الدراسي، التخطيط الاستراتيجي، إعداد المعلم والكوادر الموجودة في المدرسة، تفرغ المعلم للعملية التربوية. طبعا عدة مشاكل احنا وضعنا لها حلول، من ضمنها الأساسي اللي هو تعديل السلوك لدى الطلاب في المدارس. طبعا احنا قاعد نقول ان احنا نبدي من رياض الاطفال الى نهايه الثانويه العامه للتخلص من عديدها من المشاكل، من ضمنها طبعا مشاكل فراغ الوقت، يعني الطلاب طبعا عندهم وقت فراغ من الساعه 1 للساعه 5 لو 6، فاحنا حطينا مشروع متكامل. طبعا تبدي الدراسه من الساعه 8 الصبح لل 4 العصر، ولكن تتخلص من مشاكل كثيره في المدرسة. نعم، أسأل الله يوفقكم في هذا المشروع. وأيضا ودنا نسلط الضوء على مشروع رخصة المعلم وتحديد أيضا معايير اعتماد المعلم. ودنا أيضا تعرف أستاذ صالح على آلية اليوم وضع رخصة المعلم والجدوى طبعا منها. طبعا إعداد المعلم، احنا نرتكز في مشروعنا التربوي على المعلم. المعلم هو أساس المرحلة التعليمية في المدارس. نعم. وفي المجتمع، يعني تلاحظين الفرق بين المعلم حاليا ومعلم سابقا. السابق صح. فالحين طبعا احنا في طور اعداد كادر معين للمعلم، راح يكون نفس كادر المعلم او المدرس في جامعة الكويت. حلو. او في الجامعة. يعني ماديا ومعنويا احنا ندعم المعلم وليتفرغ الى العملية التربوية. احنا في طور اعداد نموذج من الامتحان او الاختبارات للمعلمين ليكونون في المشروع التربوي الجديد، ويعني طبعا يبي له وقت لإعداد هذا المشروع، ولكن احنا ان شاء الله مع وزارة التربية والمسؤولين نحاول نعد هذا الموضوع والالتقاء طبعا الى مشاريع اكبر واكبر ان شاء الله. نعم باذن الله. اليوم مثل هذه المشاريع ايضا استاذ صالح، يعني ما شاء الله في مشاريع عندكم راح تشوف النور للطلاب ايضا، وانهم يستفيدون من اوقاتهم ويتعلمون اكثر ويتثقفون، وما ننسى مشاريع ايضا المعلم اللي تفيدهم. هل تعتقد اليوم ان مثل هذه المشاريع راح تساهم ايضا في ايجاد حلول للمشاكل التعليميه؟ طبعا احنا خلال المده هذه الطويله اكثر من 7 سنوات عدينا او احصينا كثير من المشاكل. نعم. طبعا من ضمنها السلوك الطلابي. أيوة. زين، وقت الفراغ، زحام الطرق. نعم. المخرجات التعليمية، يعني وضعنا لها حلول كثيرة وموجودة طبعا خلال اليوم الدراسي من الساعة 8 إلى 4، من ضمنها طبعا اللي هي حصة خدمة الوطن. نعم. خدمة المجتمع، الزراعة، طبعا في مواضيع كثيرة موجودة بحدود 13 حل ل 13 مشكله موجوده في الكويت. حتى موضوع زحام الطرق ان احنا موجود. اختصرناه. نعم. في موضوع اخر طبعا. أيوة. في حلول. نعم. طبعا ان شاء الله احنا نحاول ننشر هذا الكتاب ونوصله لاكثر عدد من المعلمين. عساكم على القوه. وودنا نتكلم ايضا اليوم عن موضوع شاغل الكل اكيد، وهي فتره يعني صعبه للجميع، اللي هي فتره تعتبر فتره يعني خلينا نقول يعني فيها شوي من التوتر والقلق، اللي هي فتره اختبارات للطلبه. شنو اليوم المطلوب من ولي الامر عشان يهيئ الجو المناسب للابناء في هذه الفتره؟ طبعا هو موضوع سنويا هذه المشكله دائما مر فيها ازمه لولي الامر وللطالب نفسه، فيصير مثل اللود والتوتر على الطالب وعلى اولياء الامور طبعا والمدرسه كذلك. نعم. احنا طبعا نتمنى ان تكون الدراسه من بدايه الفصل الدراسي، يعني احنا ما نجمع ان احنا بندرس في تراكم لنهايه الفصل. نعم. نعم. يعني نخلي دائما في ترتيب لموضوع الدراسه، لذلك احنا في المشروع التربوي يعني
يعني أقرينا أن الطالب ما يروح البيت ومعه واجبات، يحل موضوع هذا الواجب والمراجعة. إحنا نبي الطالب يفهم هذا الدرس وليس حفظ هذا الدرس. فطبعا الموضوع يعني راح يكون مدى أو لا حلول كثيرة، وراح يكون له صدى في الكويت إن شاء الله بإذن الله للمسمى المشروع. طبعا نتمنى أولياء أمور أن المحاولة تهيئت الطلبة أنهم يدرسون، طبعا البعد عن التوتر، صحيح، البعد عن وسائل التواصل الاجتماعي حاليا عشان نقدر نركز في موضوع الدراسة. نعم. طبعا النوم مبكر، الغذاء السليم، يعني وايد مواضيع. وطبعا صحيح. نعطي الإيجابية لعيالنا أنهم يدرسون، ما نضغط عليهم خصوصا في هذه الفترة، شوي محتاج ان فعلا هي الاجواء الايجابية والمناسبة للطالب. إذا خلينا نتكلم عن ظاهرة ايضا الغش الطلابي، ظاهرة عالمية استاذ صالح، للاسف باعتقادك شنو الحلول اللي ممكن تقضي على هذه الظاهرة السلبية؟ طبعا احنا بنظرة يعني وجهة نظرنا للموضوع خاصة في المشروع التربوي، احنا غيرنا من اساليب الامتحانات، لان احنا شفنا موضوع الامتحان شيء مضغوط على الطالب، انه قاعد يحاول يحفظ ويقدم وكثر ما يقدر الحصول على الشهادة، يعني بغض النظر هل هو استفاد من التعليم أو لم يستفيد. فإحنا نحاول نخفف موضوع الامتحانات، نغير نوع الامتحان من اليدوي إلى الطرح، يعني كل طالب خاصة نهاية الثانوية العامة يأخذ مجموعة معينة من الدروس تقدم له، وبعدين هو يقدم الحلول مباشرة للطلبة أو أمام الموجه. يعني يختلف شويه الوضع، لان موضوع الامتحان احنا نلاحظ يعني صار لود اكثر على هذا، فقاعد يحاولون ان يستخدمون وسائل الغش عشان موضوع النجاح. نعم. طبعا هذا طبعا هو شيء طبعا ضد ديننا الاسلامي، طبعا من غشنا ليس منا، يعني هذا الموضوع. بالاضافه ان احنا لازم ندعم الاخصائي التربوي والاجتماعي والنفسي في المدرسه، يحاول يتحاور مع الطلبه، يحاول يوجه لهم ان العمل الصحيح ان نحاول ندرس اللي نقدر عليه. يعني موضوع اني انا اجيب 100% مو لازم، صح، يعني نحاول الدرجه شويه اقل. نعم. قدرات اكيد واجتهاد من الطالب نفسه، اذا يعني التزم في دراسته من بدايه الفصل فاكيد يعني اذا كان كل طالب له هدف ان شاء الله راح اكيد يوصل للهدف اللي يبيه. وايضا اليوم استاذ صالح، وجود الغش الطلابي هل تعتقد بانه ياثر على تنميه المنظومه التربويه؟ طبعا الغش معناته ان احنا قاعد نؤدي دور مو صحيح. فالطالب لما يكون غاش وبعدين يتخرج او يروح الى عمل ما راح يقدر يثبت ويكمل. اي صح. لاحظنا وايد طلبه راحوا الى خارج الكويت الى جامعات، رجعوا طبعا لان ما يقدرون يتواكبون مع الدراسة اللي موجودة خارج الكويت. لذلك لازم احنا نغير نوعية الامتحانات حق الطلبة، ومع التطور يعني لازم احنا نحاول قدر الاستطاعة، العالم قاعد يتغير في موضوع حتى الامتحان. صحيح. نشكر جهودكم، عسى الله يوفقكم ان شاء الله في هذه المشاريع الجميلة، وكل التوفيق اكيد لطلبتنا وفالهم باذن الله الجميع النجاح. كل الشكر للاستاذ صالح العنزي رئيس الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية على المشاركة والحضور. أقام مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي حفل موسيقي بعنوان على ضوء الشموع بالتعاون مع أكاديمية الموسيقى لنباكير، حيث يقوم الأطفال المشاركين في البرنامج بالعزف على آلة البيانو وتقديم مقاطع موسيقية. حلو انه قدرنا نعمل امسيه موسيقيه في المركز الكالتشرال سنتر، وبصراحه كانت تجربه كثير حلوه، الاداء كان كثير حلو، الموقع كثير ساعد. كعادته مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي يقيم العديد من الفعاليات الفنيه والثقافيه والموسيقيه، ومن هذه الفعاليات اليوم عندنا فعالية موسيقية ثرية جدا يقيمها أكاديمية الموسيقى
مع الأستاذة الموسيقية لينا بكير، حيث قدموا مجموعة من الطلبة والطاقات الناشئة في الكويت مجموعة من القطع الموسيقية المبهرة أمانة، وأشوف فعلا الجمهور وأولياء أمورهم استمتعوا في هذه الفعالية اليوم. الضيفة القادمة الدكتورة هديل ياسين الفرس، استشاري طب الأطفال التطوري، وحديث حول الطب التطوري ثورة علمية متجددة في معالجة المشاكل الطبية للأطفال. الطب التطوري اليوم أصبح من الضروريات اللي يهتم فيها المجال الصحي بجميع دول العالم، لذلك نجد بأن الطواقم الطبية دائما تحاول أن تعمل على تطوير قدراتها الطبية في هذا المجال. للحديث حول آخر التطورات في مجال الطب التطوري في دولة الكويت، يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتورة هديل الفرس، استشاري طب الأطفال التطوري. مساء الخير دكتورة، حياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. مساء النور، الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة. يا حياك الله. بداية دكتورة، ودنا نتعرف على المقصود بالطب التطوري. الطب التطوري هو أحد أنواع التخصصات الدقيقة في طب الأطفال، تعتبر نوعا ما من التخصصات الحديثة. يهتم بالطب التطوري بتطور الطفل. شنو يقصدنا بتطور الطفل؟ تطور الطفل من ناحية الحركية، من ناحية مسكته للقلم، قدرته على الرسم والكتابة، تطور اللغة عنده من حيث أنك شلون يعبر عن نفسه ويفهم الأوامر، وأيضا السلوكيات الطفل وتواصل الاجتماعي مع الآخرين. فيعني تخصص مميز يطالع الطفل، يعني ينظر له منظور مختلف عن الجانب الصحي البحت اللي كل الناس يعني ينظرون له، مثلا النمو والطول والوزن والحرارة الأشياء هذه. وفقط خاص بالطفل؟ اي نعم، هو طب الاطفال التطوري خاص بمرحله الطفوله. نعم. اذا بنتكلم دكتوره، ليش يعتبر افتتاح هذا المركز مركز تطوري في مستشفى الاحمدي انجاز صحي؟ طبعا بمستشفى الاحمدي، مستشفى الاحمدي التخصصي، حديثا افتتحنا مركز تطور الطفل، يشمل الطب التطوري وكل الامور المتعلقه في تطور الطفل. اللي يميز هذا المركز واللي يخليه مميز وانجاز انه كل الخدمات متوفره تحت سقف واحد. فمن خدمات تشخيصية، من خدمات تدخل، من خدمات توعوية، كلها بمكان واحد وبيئة مناسبة للطفل، حتى مدخل المركز مختلف، ما يحس الطفل داخل المستشفى، ما يحس أنه مكان طبي، يعني حتى ما تصير رهبة حق الطفل. بالضبط. المكان، الديكورات، تصميم المكان بحيث أنه يلائم الأطفال ويحتويهم، وبحيث أنه يقدروا حتى يأخذون جلساتهم الفردية بالمركز هذا. جميل. نوع المشكلات اللي تولى هذا المركز تشخيصها وعلاجها ما هي؟ طبعا اغلب الحالات اللي نشوفها اكثر شيء حالات التاخر في اللغه، التاخر في الكلام، الاطفال متاخرين في الكلام، الاطفال عندهم قدرات الادراكيه متاخره، سواء كان بسبب تاخر ذهني او اسباب اخرى. ايضا نشوف المشاكل السلوكيه المختلفه عند الاطفال، مثل السلوكيات النمطيه، سلوكيات التواصل الضعيف، مثل سلوكيات التوحد، وايضا سلوكيات فرط الحركه وتشتت الانتباه عند الاطفال، سواء في مرحله ما قبل المدرسه او حتى في مرحله المدرسه، لان بمرحله المدرسه في اطفال تطلع لهم مشاكل تعليمية بس يكون أساسها تطوري أو ذهني، فنقيمهم ونسوي لهم الاختبارات اللازمة. جميل. إذن دكتورة، البعض أيضا يتساءل ما هي الفئة اللي يخدمها هذا المركز؟ إلى من يتم توجيه التقارير الطبية الصادرة من هذا المركز؟ طبعًا المركز مركز تطور الطفل هو في مستشفى الأحمدي التخصصي تبع لشركة نفط الكويت. فهو يخدم الأطفال وأبناء العاملين في القطاع النفطي، والأطفال من عمر سنتين إلى عمر 12 سنة. لما نقيم الطفل نقيمهم تقييم تطوري، بعض الأطفال يحتاجون اختبارات نفسية لعمل اختبارات الذكاء. فنفصل قدرات الطفل كلها ونحط الخطة اللازمة لهذا الطفل من تدخلات علاجية. في أطفال يحتاجون تقارير رسمية، تقارير معتمدة للجهات الرسمية، من مدارس، من جهات حكومية أو حتى الهيئة عامة شؤون ذوي الإعاقة، لأن في أطفال التأخر اللي عندهم يسبب لهم إعاقة تطورية أو حتى إعاقة ذهنية أو تعليمية، فيحتاجون أن يدخلون مدارس متخصصة في تقدم لهم خدمات داخل المدرسة. نعم. يمكن دكتورة البعض أيضا يشوف بأن هل في هناك تزايد في عدد الأطفال اللي لديهم تأخر تطوري، اضطرابات في التواصل، خصوصا يمكن البعض يرى كورونا. نعم. كان لها
يعني سبب كبير. اي طبعا في تلاحظ في تزايد ملحوظ طبعا في عدد الحالات في التاخر في اللغه والحالات الترابطية في التوحد مو بس بالكويت، يعني بالكويت ودول الخليج وعالميا. وهذا التزايد جزء منه له علاقه بالوعي، الناس قامت عندها وعي اذا الطفل متاخر بالكلام ما يقولون والله هو نفس خاله نفس عمه، يروحون يلجؤون للدكتور فيتم تشخيص الحالات هذه. الجزء الاخر ايضا التطور الطبي اللي قاعد يصير، الاطفال الخدج اللي قاعدين ينولدون بعمر صغير، اول مثلا ما كانوا يعيشون الحين قاموا يعيشون في عنايه مركزه لهم، ففي بقايا تاثر على تطور الطفل. فهذه من الاسباب اللي خلت الحالات في تزايد، ومثل ما قلت التزايد عالمي مو بس عندنا بالكويت. الكورونا مو سبب زياده لكن تراكمت الحالات في مرحله في هذه الفتره، يعني السنه ونص اللي صار فيها اللوك داون الاهالي كانوا قاعدين في بيوتهم، بعدين من فتحت العيادات فصار في ضعف نقول مثل تراكم لعدد الحالات يعني. نعم. ايضا لماذا تعتقدين دكتوره يعني هذا التزايد؟ ذكرتي بان اصبح في هناك وعي، لكن هل في هناك اسباب اخرى؟ طبعا الابحاث كلها يعني قاعد يحاولون يشوفون اذا في اسباب بيئيه تسبب التزايد هذا، لان التزايد يعني مضطرد قاعد يزيد كل سنه. لحد الحين ما توصلوا الى اسباب، درسوا التطعيمات، درسوا الملوثات، لحد الحين ما عرفوا الاسباب. هو تداخل جيني بيئي بالاضافه الى مثل ما قلت الوعي والتطور الطبي قاعد يسبب التزايد بالحالات هذه. نعم. اذا بتكلم انا عن المركز دكتوره، هل في هناك كان تحديات واجهتكم في افتتاح هذا المركز؟ طبعا في تحديات. اكبر تحدي كان وقت الافتتاح، يعني احنا كنا قاعد نشتغل فيه يعني وباء الكوفيد 19. نعم. الكورونا طبعا تسكر توقف كل شيء على تقريبا مده سنه ونص، بس سبحان الله صار خيره ان كانت عياداتنا بالمستشفى الاحمدي، فاضطرينا ان ننتقل للمكان الثاني الجديد ففعلناه، فكان هذا اكبر تحدي لنا. طبعا التحديات الاخرى الحمد لله الاداره العليا لشركة نفط الكويت وإدارة مستشفى الأحمدي ومستشفى الأحمدي التخصصي ورئيس فريق طب الأطفال عندنا كلهم كانوا يعني يدعمون الشيء هذا، لأنه صحيح تبع شركة نفط الكويت هي مو بس متخصصة بالاستكشاف والإنتاج النفطي، لكن أيضا تهم الخدمات المجتمعية وأيضا الموارد البشرية اللي هم موظفين بالقطاع النفطي، أن نوفر لهم الخدمات اللي يحتاجونها لأبنائهم عشان ما يأثر على عملهم، فبدل يروحون يتشتتون بالمراكز الحكومية فيكون خدمة متوفرة لهم، نوفر لهم كل شيء تحت سقف واحد، وحتى التقارير الطبية يعني أكثر شيء خلال ثلاثة أيام التقرير جاهز، فنحاول نسهل لهم العملية كثر ما نقدر لأولياء الأمور لأطفالهم. نعم. أيضا دكتورة يمكن إذا في رسالة ممكن نزيد فيها الوعي، ذكرت بأن الوعي زايد لكن احنا نتمنى أنه يزيد بشكل أكبر. إذا واحد لاحظ عنده أحد أبنائه في بعض الصعوبات اللي واجهها، شنو الخطوة اللي لازم يسويها؟ النصيحة اللي بوجهها حق المستمعين والمشاهدين طبعا، أنه إذا عندهم أي شك في تطور عيالهم، أي حتى الشك، أول شيء يروحوا لحق طبيب الأطفال. نعم. لأن إحنا متعودين أن ما نروح حق طبيب الأطفال إلا لما تكون في مشكلة كبيرة مثل حرارة أو أشياء صحية. صحيح. لكن أقول لهم إذا في شك، سواء شك من الأم أو الأبو أو أحد مثلا من الأهل أو الحضانة، حط التعليق عن تطور الطفل، كنا نقول نقطع الشك باليقين. نعم. روحوا طبيب الأطفال، وهو عند المعايير التطورية لكل مرحلة عمرية. نعم. فإذا الطبيب شاف أن الطفل منحرف عن المسار الصح راح يحوله للتقييم الطب التطوري. نعم. وإذا الطفل كان سليم راح يطمن الأهل فما يحاتون. فأنا هذا اللي بوصل، لأن وايد تشوف حالاتي هنا متأخر. نعم. بسبب أنه والله لا ما في شيء، أو مثل خالة أو مثل عمه، وبعدين ما يطلع مثلهم. كل شكر لك دكتورة على وجودك معنا اليوم في مساء الخير. الله يسلمك، كنتم مشكورين على الاستضافة. شكرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتورة هديل الفرس استشاري طب الأطفال التطوري على الحضور والمشاركة معنا في مساء الخير يا كويت. يا أغلى دار
مواضيع كثيرة نناقشها في مساء الخير يا كويت تتعلق بالأطفال والشباب والكبار كذلك، وبما أن احنا في فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، نتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات، ورسالة إلى أولياء الأمور أن تديرون بالكم على عيالكم، حاولوا توفروا لهم كل سبل الراحة، تهيئوا لهم الأجواء المناسبة داخل المنزل، وتعطونهم من الكلمات المحفزة، وربي إن شاء الله يوفقهم في اختباراتهم. هذا فيما يخص أولياء الأمور. أما الطلبة فرسالتنا لهم دائما بأن ادرس ادرس ادرس، شد حيلك، روح الاختبار وربك إن شاء الله يسهل أمورك، كن ابتعد عن الظاهرة اللي تكلمنا عنها في حلقة هذا المساء من مساء الخير يا كويت، اللي هي ظاهرة الغش، واللي نتمنى إن شاء الله أنها تختفي تماما. حياكم الله مشاهدينا، مستمرين معاكم في برنامج مساء الخير يا كويت، حيث قامت الجمعية الكويتية للغة العربية محاضرة تحت عنوان التعريف بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج. وكانت هذه الفعالية عبد الله بالتعاون مع التوجيه العام للغة العربية بوزارة التربية للتعريف بنشأة المركز وأهدافه وإصداراته. انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني بالتعاون والشراكة المجتمعية بين وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. طبعا يستهدف هذا المؤتمر إرشاد الطلبة في مجال العلوم والهندسة من خلال عرض المشاريع العلمية لطلبة المرحلة الثانوية. انطلقت أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني بتعاون وشراكة بين وزارة التربية ومنظمة الملسد، وأيضا بدعم وتمويل من مؤسسة الكويت التقدم العلمي. هذا المؤتمر يستهدف تنشيط الطلبة في مجال العلوم والهندسة من خلال عرض المشاريع لطلبة المرحلة الثانوية، وتكون بمتابعة من التوجيه الفني للعلوم لتواصلهم مع الطلبة في المدارس واستقبال أفكارهم ومشاريعهم، ثم تخضع هذه المشاريع إلى تقييم من لجان تحكيمية في التوجيه الفني للعلوم. المؤتمر هذا تم التجهيز له منذ شهر مارس اللي طاف، وهذا المؤتمر السنوي الثاني، كان الأول هو عن الكيمياء. في هذا السنة ارتأينا أن نجعل جميع مواد العلوم مشاركة، فيزياء كيمياء أحياء جيولوجيا. طلبتنا المتميزين المتفوقين تم انتقائهم من جميع مناطق الكويت على حسب الرغبة وعلى حسب أيضا الدرجة
المنهجات في المواد العلمية. تم اللقاء فيهم على فترات كثيرة، وعملنا لقاءات متنوعة بحيث نجعل نأخذ ما بجعبتهم من أفكار وتوصيات ومقترحات نسعى فيها إلى تطوير نحن العملية التعليمية. تقديم لهم دورات تدريبية حتى يتهيئون للمشاركة في المؤتمر. عدد المشاركين للطلاب يزيد عن 100 طالب وطالبة. تم من خلال الحلقة يعني مناقشاتهم وبرامجهم هذه إعداد توصيات لهذا المؤتمر. اليوم احنا متواجدين في المؤتمر العلمي السنوي الثاني للطلبة المتفوقين، وأنا اليوم هنا متواجدة لأنقل وأعبر عن توصيات آلاف الطلبة المتفوقين في دولة الكويت، اللي لعل وعسى أن تؤخذ بعين الاعتبار لترفع من مستوى جودة التعليم في دولة الكويت. بعد هذا التقرير الجميل كذي مشاهدينا وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا، ونتمنى نكون قدرنا أن نقدم لكم فقرات متنوعة ومفيدة نالت على رضاكم وإعجابكم. نترككم بحفظ الله ورعايته ونقول لكم في أمان الله.